انا 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 في اللعبه دي انا عنيف جدا يعني. انا في اللعبه دي ما بهزرش. قول لي قول لي اديني التليفون رن. الو اسماعيل انا برش. ما انت بقى ما انت بقى يعني pay attention to your surroundings يعني surrounding. اوكي طيب يعني صوتك بالاصوات عليك ان تعرف اين انا ذاهب والى اين انا ساتي يعني وماذا الان واين نحن وكده يعني الكلام ده كله. بس اللي انت بتقوله ده ده كلام مهم جدا. المهم بص احنا دلوقتي انت انا بس عشان الناس تفهم بس انا سامع اسماعيل من الديسكورد بس انا الديسكورد ما بيبعتش صوتي فبتكلم اسماعيل من اللعبه. فدلوقتي في واحد تالت ما نعرفوش هيخش معانا هيسمعني برغي كده مع نفسي فما مش عارف اقول ايه الصراحه. ليه يا عم ما انت تعالى ما انت هنا انا التالت بتاعك خلاص انت مش انا مش انا طالع شخصيتين عندك. اه صح اوكي تمام يلا خلاص كم عامل ريدي عامل ريدي. والله بص يا جماعه لغايه دلوقتي انا واسماعيل لعبنا كام جيم مع بعض حلوين جدا وكسبنا جيم كنت انا كيل ليدر وحاجه كده. نخش دلوقتي هنريح نخش نتبهدل وخلاص بقى. هو ايه اللي داي لكيلز زيرو؟ انا جايب كيلز كتير في البيت دي النهارده. الو انا مش سامعك في انا عايز هي يا بوت كان يو ميوت مي كان يو ميوت مي كوز ام ستريمينج اند اي كانت توك ثرو ديسكورد اي دونت وان تو بي انوينج تو يو. اه نو يو ار نوت نوينج مي. But I'm gonna talk in another language. I'm not gonna talk in English. Trust me, it's gonna get really annoying. Okay, how do I do it though? I think. Hold on. I think we need to be inside the game first. We'll find you if you let it. What's your Twitch name? Pisty. P-I-S-T-Y. Okay, اوه 99 كيلو ده مش ضمن 2028391 رقم تليفون على تتصل بيه. طيب الو alright so there has to be a way for you to mute me. اه if you tap and then press on squad you can mute me. انا هعمل لك ميوت. no problem. طيب خلاص هو كده المفروض مش سامعني. can you hear me now؟ اوكي اوكي مش سامعني مش هزعجه خالص ماشي. طب انا اسمعك عبر الاسير. خلينا نشوف بقى نعمل ايه. عيون بيستي اهلا وسهلا منورين يا جماعه. مش ممكن على الاصوات اللي انا سامعها. اوكي بيقول لك وات از يلا بينا منورين يا جدعان. والله انا واسماعيل بقى لعبنا كام جيم مع بعض يا جماعه. اطلع لك فوق كانوا قمه في الاكشن الصراحه. هو ليه مكتوب daily kills zero كده؟ المفروض daily kills يبقى اكتر بكتير من كده. يوهو خلاص بقى لما انت هتروح هنا اروح انا ربع هنا. اهلا بابو حميد منور. ماشي انا معايا ايه بقى الاف ان جي بقى؟ ايه بقى الاف ان جي اللي هي بتقولها دي؟ هو انا خدت ايه؟ اف ان جي؟ ده ايه اف ان جي ده؟ قالت اف ان جي ده مثلا يعني قالت اف ان جي اولوز وين. ايه بقى الاف ان جي دي؟ اف ان جي واضحه جدا فيسبوك اند مش عارف نتورك جويتر من اوه هات اجيبه لك اجيبه لك انا جاي. ماشي ماشي انا عملت ماركه حاجه مش عايز اعملها ماركه اصلا. اللعبه فيها شويه فريم دروب يا جماعه انا عارف خليني اتاكد بس ان هو ما رفعوش الجرافيكس عليه تاني. فيديو لا انا عايز اقول لك انا عملت كل حاجه لو تقريبا ما انا ما بشوفش في اللعبه شكلها ظريفه يعني. انا مش فاهم بجد موضوع الديلي كيلز ده المفروض ما يبقاش زيرو المفروض يبقى 12 ولا حاجه ما اعرفش. لا في حاجه انت لو عليت الفريمات بتبكسل كده اللعبه فخلي بالك من دي. هو ليه؟ اه بيقول لي كانت يبوت بوش ذا توك اون. اكستندد هيفي ماج. Could be some loot here. I'll let you know. Check out. Might be something. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده انا امتى غيرت ايه ده ايه ده الو
انا بعمل ايه؟ انت غيرت ايه؟ السلاح عندي اتغير يا عم، انا ما خدتش بالي ان انا غيرته اصلا. ما علينا، انت اصلا مش مشغل الفويس شات. انا مشغل الفويس شات بس بتكلم من غير بوش توك. هو الواد اصلا ذكي قوي، يعني لو عملت بوش توك ماشي، ما انا هزعجه برضه، ما انا هتكلم نفس اللغه يعني. هو بيقول لك بوش توك، هو بيقول لي ما ينفعش اشتغل بوش توك وخلاص. طب ما انا لو شغلت بوش توك احنا كده كده. لا الولد بوش، الولد بيقول لي اشغل بوش توك. ماشي انا ماشي بكارباين وايه بعيد. هطلع اشوف لو في حاجه فوق هنا. السريم شغال تمام يا جماعه صح؟ انت ما تركزش معايا يعني وخلاص، مش الموضوع مش مش تعال 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 عندي هنا اسمعني، تعال عندي هنا. انت بلغني ابلغه. تعال بس اطلع لي فوق بس عشان مش عايز اعمل ماركه هو يجي ياخد البتاع. خلبوس انا. حلو. اه يا لئيم عاكبك. سبت له واحدة ايه؟ انت شغل ال بقول لك ايه، بقول لك ايه؟ قول لي. في والله. في؟ بجرب حاجة. في فايت هنا. والله؟ النهارده احنا في والله. ايه اللي بيحصل والله؟ ما تيجي هنا بس شويه. استنى بس بشوف الفايت اللي هنا فين. ايه ده؟ تلعبوا مع بعض؟ انت بتراش؟ اه انت فين؟ انا طلع لك اشوف بتعملوا ايه تفهين فوق. بس قبل ما البتاع هتقفل، لو قفلت خلاص. خش كده. ايه ده في ايه؟ الو ده ليه كده؟ معلش الحماسه يا خالد، كنا قاعدين بنلعب فوق انا وهو، فمعلش. هو انا خدت ايه؟ معايا تربو تشارجر للديفوشن والهافك. لو لقيت هافك قول لي ممكن ابدل. هافك؟ اوكي. ايه ده؟ طب ما ده نفس الحاجه اللي معايا. اوكي الواد ده بيتضرب. صار كده لو عنده حد. اوه انا شايف جرابلر. شايف جرابلر؟ اه اهو في واحد هنا. الواد ده لت قوي. الواد ده لت قوي قوي. انا رايح له. ده هو نزل تحت. انا ببوش عليه عشان بس تبقى عارف، عشان ما تقوليش ما قلتليش. انا جاي اهو. عليا انا كمان. هو لوحده ولا ايه؟ مش عارف بس انا بلف لفه كامله يعني. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش من هنا. جاي لك من ناحيه تانية. ممكن تدوس عليه. هو على فكره بيبوش عليه. ها انت ممكن بس تدوس عليه. اف هو فين؟ هو فوقيه، هو فوقيه، في حد فوقيه. عمل ارض يا معلم. الواد ده هيترق. جبت واحد؟ جبت واحد؟ احنا بنفايت في حته تانية. ها؟ ايه ده بجد؟ امال انا بفايت مين؟ صوتك شغال في اللعبه على فكره، ما انا عارف. عامة انا موت اللي كان بالجرابلر هنا. موته خالص يعني. اسماعيل دوس اف، ابوس ايدك على اللي بيضربك. هو هنا؟ بس خلي بالك عشان هو معاه بتاع ده، معاه البتاع اللي هو السنايبر ده. خلي بالك انت عامل مارك على ايه؟ هو مش هنا. في الحته دي ورا الحيطه. ها ماشي خلاص كلهم ماتوا والله. سوري يا بيست. ري ري بال $5 هاشتاج ري ري الحلوه في الشات يا جدعان لو سمحتم.
كنت سامعك يا عم كنت بتقول هاشتاج ريل حلو في الشات يا جدعان. انا عملت على الواد فلانك كيوت. عايزين نظبطه بارمر ده. هاتوا ده. خلاص خلاص. انت كنت بتفايت في حته تانية واحنا بنفايت في حته. انا ايه ده؟ مين ضرب؟ مين ضرب والله؟ هو اللي ضرب. انا هوبا. قال لك هو اللي ضرب. رموا قنابل او رموا ولت علينا تقريبا. انا بعمل انا بهيل بس بهيل بس. هما فين؟ انا عملت طنر. ها ما عندك؟ اه طب انا جايلك. هما بيجروا صح؟ ها ان شاء الله يطلع لي حاجه كويسه. معاها جولد ارمر. ها هي عايزه جولد ارمر. في هنا هيلمت ليفل 3 لو عايز اخدها. انا هاخد التنل واجيلك. خلي بالك عشان هو في الوش قدامك. ها ايه ده؟ بس انت فين؟ معوش على فكره الارمر اللي انت بتقول عليه. اهو يا عم لما ينور اصفر يبقى انت جبته هيد شوت. ها؟ لو طلع منه لون اصفر يبقى انت جبته هيد شوت. انا محتاج شيلد. هو ده انت فين؟ خلاص خلاص. انا داون هنا. جايلك بص عامه فلانكايه مش حلو. اه لو حد نور اصفر المفروض ان انت كده جبته هيد شوت مش مش شيل اصفر عشان بس تبقى عارف. انا حاسس ان في حد هيفلانك علينا مش عارف ايه. كافياني بس انا بهير. اه في حد جاي. اه مفيش حد جاي. راح ماشي. هل دي معاهم يمين؟ ماشي هات دول. هات دي. الواد اللي قتلته هنا كان عنده ايه؟ كان معاه طيب تقول معايا معاه وينج مان. قصدي معاه ايه امو؟ ماشي انا هروح عنده. انا بس باخد الشدات. طب يلا على فكره ما عملتش مارك. هو ليه بيقول لي ان انا عملت مارك؟ مين بيضرب؟ فين؟ اف ورانا يا بيستي. وقعت له شيل. جبت واحد ورانا على فكره. ماشي انا جايب واحد هنا. كان بيحاول يهيل نفسه. جبته. بقول لك ايه احنا مش عندك. ها ماشي 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 ما تقلقش عليا. بس جايلك. الواد كان معاه الشيلد بيخليه يقوم تاني فكان ممكن يغفلنا يعني. والله انت معاك شيلد اصفر. ها؟ انا اللي معايا شيلد اصفر يا عم. ايوه ما بقول لك انت معاك شيلد اصفر. ما انا لسه عمال اقول لك. نايس انت معاك شيلد اصفر. هو سبيت فاير. خد الشيلد اللي هنا ده. استنى باخد السبيت فاير اللي هنا ده. خد شيلد. اه تانجو سبوتد. فين؟ بلاك
ماشي فين بقى الكلام ده؟ خلي بالك هو يلعب على فوق. انا معيش خلابل خالص، مش معايا برضه خلابل. بالنسبة لي حاجة مهمة جدا الصراحة. انا مش هبوش عامة حد رمى قلت تقريبا ستار. مش هتبوش؟ انا ببوش. اوكي انا ببوش. انت بتفلانك ولا ايه كده؟ انا ببوش من هنا بس هم عاملوا سموك. اه شفتهم. اولموست جبت واحد، اولموست جبت واحد. الواد لت جدا. اه انا بضرب فينيكس كت. اوكي جايلكو بوشنج. نوك داون. واحد هنا كمان. الواد فاضل ضربة واحدة. الواد ما ماتش ازاي؟ ده فريق تاني يا بيست. ايوه ايوه انا بهايل بس. انا وقعت. ها؟ ماشي. جبت واحد. يا كنت اجيب التاني. انا جبت. ها لا ارجعك ارجعك. اه تقدر ترجعوني، تقدر ترجعوني بسرعه واسمه ايه ده وهايل. انا قصدي بجمع حاجتي. ثانية فين؟ على الوايد، على الوايد، على الوايد. كان بقولك انا قاتل خمسة باين. على طول على طول. يمشي على طول، يمشي على طول، يمشي على طول. يمشي على طول. ممكن تجيبني عادي. انت عايز تجيب الصندوق بتاعك؟ مطول ولا مطول؟ مطول. تعال مش مطول قوي يعني، بس تعال انت بس نزلني بس وانا هبقى تمام. فاكر بس انا هحتاج منكم اي سلاح. بص انا هعمل لك بورت، هعمل لك تانل توديك على هناك. ها ماشي. هحاول اخش جوه الزون اظبطك. ها بترموني جوه الزون يا جدعان؟ السلام عليكم. حاول اوديك عند الزون. ها لا 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 عادي عادي عادي. ارجع انت، ارجع انت، ارجع انت، ارجع انت بس. ظبط. هرجع تاني بس اخليه يخلص. I need to loot a little bit. اه ما ينفعش كده. الواد بيتفشخ. ده انت. اه لا ده هو بيتفشخ. طب بقول لك ايه، بقول لك ايه، استنى بس بلحق نفسي. بسرعة 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 بسرعة. اوكي 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 اوكي. محتاج استنى عشان اهيل انا. فول باك تو اس، فول باك تو اس. انا معيش اي حاجة ممكن ابوش بيها. بس قشطة. انا مش شايف هو بيضرب مين اصلا. انا بهيل. اول اون يو. فين؟ Listen.
بقولك ايه يولو يلا انا جاي انا بفلانك اكشلي هما هنا بس ها ماشي انا بحاول فلانك تعرف الجول احنا واخدين بوزيشن كويس لو انت فلانكيت هيبقى كويس بس يعني خلي بالك ها جبت واحد جبت واحد في واحد هنا في واحد هنا بيقوم زميله في واحد هنا بيقوم زميله بسي بسي انا معيش اي حاجة ماشي جبت واحد جبت التاني يا نهار ابيض جابني بالسنايبر بسي اهو راح فاضل واحد بس هو ده بص بص دخل عند البوكس بتاع خد يمين ماشي اخ ايش في فايتنج بقول لك ريفايف اعمل ريفايف للتيم ميت بتاعه الله يمسك خد الشيل بتاعي معايا ارمر معايا انا بعمل كده دلوقتي الله يلا نايس قوي نايس قوي بتاع ده بس خلي بالك عشان هو معاه سنايبر نفس بتاع بيشحن ويعمل عليك ظبط بستخدم البتاع بتاعته اصلا مفيش غير انا وهو على فكره 1v1 ايزي استنى ما تاخد البارر وتنزلنا ايه رايك انت خدتها انت ممكن تنزلنا على فكره استنى استنى هو فين لا يكون بينزل زمايله لا لا ما لحقش يجيب في دروب قدامك ها ايوه سمعته خلي بالك ممكن يطلع فوق ها بيشحن لك الواد بيشحن هو ممكن يكون واقف فوق هنا انت ممكن تطلع على الباب تمام هو طلع على الباب فتح الباب وطلع فوق السطور ايوه حلو افتح اديله اقفل الباب اقفل الباب اقفل الباب عاملين جيم حلو قوي ما هو السلاح ابن الذين ده لطيف انا كان المفروض اخد الشوت جن بتاعك ما كانش فيه رصاص ما ده اللي خلاني انا وقعت ان انا بضرب ما كانش فيه المشكله انا فاكر معايا حاجات وحشه قوي بص انا عامل دمج جاب 6 اصلا نايس طيب ما اطلع عمر انا دخلت اصلا لسه بضرب بالشوت جن فجاه مفيش رصاص اللي هو ايه ده في ايه الهري ده لف وارجع تاني لسه بلف وارجع تاني واد راح كان مديني بقى بالسنايبر عارف انت اخدت السنايبر ريحت انت طول ما انت حاطط لنا ايدك وخدك على البتاعه دي تمام اتعام مشكله ان انا كان معايا بس السنايبر حلو قوي تريبل تيك ده حلو قوي بس لو في المعارك الصغيره هتريح ما انا جايب اتنين في معارك صغيره والله والله ريحت بليان جبت اتنين والتالت كان جري قول له ميو يعني لو كنت جبت التالت ده نينجا 997-52 اتصل بيه ده الهوت لاين بتاعه احنا لسه ما دخلناش عندي بس يوم انت تطول يعني شويه صغيره كده قول له بس الكلمه اللي انت بتقولها هيا نينجا نينجا would you mind muting me in game هي عامله شعرها فين بقى ويلس ديلي كيلز سينس اي ستارتد ذا ستريم ولا لا حول ولا قوه الا بالله
نينجا هينزلنا يا اولاد. Press tab and go to squad and mute me. بس في ناس نازلة في المكان. ها ايوه too late اصلا هو نزل متأخر. مع الصوت الثاني لا ايه ده لا مفيش حد نزل فيه. سلام يا سواندي وابوس ايدك لو اللعبه مش عاجباك بعد كده ما تقعدش تكتب انا بكره اللعبه بس جاي اتفرج. انا مش ما تحسسنيش ان انت يعني بتعمل لي خدمه فاهم يعني. لو اللعبه مش عاجباك اقفل ابوس ايدك اقفل. انا ما بحبش الحاجات دي خالص والله فصيله قوي يعني. لو شوف انا بحبك فهتفرج عشان خاطرك بس انا مش بحب اللعبه بس انت كويس بس اللعبه وحشه قوي بس انت كويس بس خلاص بقى يعني. في فايت بتحصل سمعيش. انا لا انا عملت في فيس كده انا ماشي بموزمبيك والترنيتور وي تقريبا يعني والله اعلم. بقول لك هو ستايل سبوتد ماشي. انت اللي قايل على فكره. ها انا والله قلت يبقى سبوتد. يا سلام في اكسلرنت انا شايفه. يعني اللي تشامبيون رايح على جنب ده كان جيم يموت ويمشي مأساة قوي. يا جماعه ايوه انا اللي تشامبيون على فكره. حد عايز اي حاجه؟ انت لو كنت شفتوني الجيم اللي فات يروح مريح على جنب على طول. حد شافني الجيم اللي فات؟ طب انا اجيب البتاع اللي سبتها فوق دي بارل تاني سيب حاجة هنا مهمة. هاي ماشي. أنا معايا البتاع اللي بتشحن البيس كيبر. تعال احنا الحين. أنا ليه maybe something good this في way في ثيرمال في ثيرمال تيكن لو عايزه. عايزه سنايبر؟ انا لقيت ترب. لا مش كان في لونجو اسمه دوت ايه ده كان في قول معايا ايه لونج اسمه ايه لونجو اللي هو اللي عامل زي السنايبر. ده انا لو خدته اديك سكن حلو قوي. عندي سكن ليجندري. لو لقيت وينج مان قول لي. عايز راجل مجنح ايه يا عم روح ورا نينجا ده يا عم يخرب بيته هيموت وانا بقى اتنين ضد كتير. انا مش عايز ابقى اتنين ضد كتير الصراحة. هم امتى هينزلوا بس سنجل بلاير في ال سنجل سكواد؟ سنجل سكواد 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 اللي هو اللي في الجيم ده. ده بيعمل عضلات جلوتس حلوة اوي. هو الدبس اللي بيقولوا عليه دبس الرمان ولا ايه يا اسماعيل؟ ايه دبس دبس ده جميل جدا فعلا. عارف انت ايوه انا ده اللي بسال فيه. ايه التحديد ده؟ دور لي على بعد اذنك لو سمحت. دور لي. ها اي نيد ان اكستندد هيفي ماج زياده كاتش يكون محدد في اللي السيرمايت عنيف هنا بس يا على فكره. ايه ده سيرمايت بيلعب هنا؟ هارد بريدج بقى كده. ده انا كل ده ما كانش معايا هلمت ولقيت هلمت زرقاء. الله اكبر. على فكره معايا لايت امو كتير قوي. معايا لايت امو لايت امو معايا لايت امو كتير قوي قوي يعني. هي المنطقه دي ما كانش فيها معارك وما حدش جه في المعارك هنا خالص. ايه ده نص الناس ماتت. ملحقناش خضتني يا عم. مش نعمل حاجه. ايه ده مش نعمل اي حاجه. دي 7 سكاوت مكان ده. اوكي. طب ايه ارمي اللايت امو اللي معايا. خد قنابل. ليه يا عم طوط. اصل انا بستخدم القنابل كتير قوي الصراحه في اللعبه دي. مفيده سمايت حلو لان هما بيمشوا فيه بيفتكروا ان هما ما اتدمجوش. تعال تعال في وينج مان هنا تعال. خلاص انا لقيت واحد. هات لي بقى اكستند ميجا. صح بعد اذنك. طب استنى
اسمح مش محتاجين يعني بابي ليفل 2 خلي معايا طلق احتياطي عشان لو حد فيكم احتاجه. باري شيلد هير. اعتقد ان انا مفيش احلى مني في ال في ال في ال فاهم؟ انت ايه نظام؟ بقول لك باري شيلد هير ليفل 2 لقيت اكستندد ماج واخدته. بقول لك ام داون بطلعي بطلعي بعديها على طول ايه بروح مريح على جنب عارف انت؟ بيعملوا ريسيت لا دي اوكي تروح على السبلاي دروب دي ولا ايه لا انا نزل نينجا بيبوش هنزل انا السبلاي دروب بتاعتي ايه ده انا نزلت سبلاي دروب خلي بالكوا عشان بتاعتي غدارة بيقول لك انت لسه ليك علاقه مع اسماعيل لا خد خد فيها مت ليفل 2 اهي انت معاك اصلا معايا معايا طب تعال نروح للواد ده عشان بيتبهدل خش خش من يمين خش من يمين من هنا نفلانك كده كده وراهم عارف عظم استنى استنى خليني اجيب طلقه ب بيس كيبر فينهم 10 10 هنا فوق فوق عندي فوق عندي فوق عندي هنا ماشي ما يا لهوي على البوتيتو ايه اللي حصل عمال اخبط في في الماونت بتاع المايك يا عم يخرب بيت الرعب استنى ما اخش شمال شويه انت كويس انا كويس بس انت ما شفتش عمال اخبط مش عارف الف يمين انا شايفك كان في معارك تحت بس انت كنت مدمج الواد جامد جدا انا ما عملتلوش حاجه انا دوبك بس مشيت الشوت جن من جنبه انا كان فاضلي طلقه واجيبه بس ادي النيله استنى بقى الارم بتاعه اتكسر ماشي استنى اوه ايه يا عم يا عم البتاع ده مش المفروض جامد يا عم انا ميت يا اسماعيل هنا في واحد هيفنشني هنا تعالى الواد ده مش جامد قوي جاي بيفنشني ايه ده لا 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 تعالى تعالى جنبي تعالى جنبي تعالى جنبي لو نينجا بقى يجي يساعدنا بقى ويموت معانا اوعى تموت يلا لا اله الا الله بس نايس والله ايه ده سكواد اليمينيتد انا افتكرته لوحده يا عم استنى احاول اجيب لك صبر استنى جاي هاي بستعمل ايه روح انا كنت عامل بقول لك ايه البيس كيبر ده مش المفروض انه كويس في في الدمج من بعيد ولا ايه والله اللي اسمه ايه هو ايه ده البيس كيبر فين صابر صابر هتيجي يا صابر البيس كيبر حلو بس اقول لك على حاجه لو دخلت الايفا 8 حلو لان الايفا 8 بيضرب ورا بعض انا خلاص مش هلعب بيه تاني دي كانت اول مره العب بيه اصلا مش هلعب بيه تاني البيس كيبر حلو البيس كيبر حلو بس هو في اوقات لو انت واحد بيضرب ورا بعض هيريحك بدري لا لا انا مش هلعب بيه تاني انا مش هلعب بيه تاني ماشي من اللي حصل معايا انا ضربته مرتين انا مش هلعب بيه تاني انا مش هلعب بيه تاني طب احكي لك اهو يا عم انا اسف يا عم خليني كده فرح يجي لي بس سكنات ليجندري وحاجات كده هات صابر صابر فين مش عارف والله البيس كيبر حلوه معاه قطعه الهاب اب ما هي اللي كانت معايا دلوقتي باراديجم تخفيض رهيب عليها بجد والله يا انس باراديجم عليها تخفيض خلينا نشوف اه صابر اخ از انفايتد يو ما تعمل لنا جوين يا صابر هو في الديسكورد ولا ايه يا سلام هو مش هو بص بص فين وليه كده بص الناحيه الثانيه تحس ان هو لا انا مش هلعب معاكم اوه تصدق عليها فعلا ديسكاونت انا جاي بس مش راضي عن اللي هيحصل اشتريتها خلاص يا نوس ثانك يو فور ذا انفورميشن بص بقى اسماعيل معاك احسن واحد يا اسماعيل بيعمل فلانكات السلام عليكم
وعليكم السلام. هو ليه مش بس لنا كده صابر؟ بص بص هو يا هو روش بزياده. هيز تو كول تو ذا هاند بعد اذنك. عارف انت تو كول فور اس. بس انت ليه بص الناحيه الثانيه برضه؟ عارف انت اللي ما اصل هو لو هو هيعملنا كده انا هعمله كده. انا اكلت محشي على العشاء فمحدش يتكلم معايا. عارف انت لو هو هيعملني كده انا هعمله بالمثل. انتوا النهارده هتشوفوا كميه فلانكات. ابوس ايدك لا ابوس ايدك لا ابوس ايدك لا. انا مش عامل ريدي او سوري. ماشي هو انا عامل ريدي اصلا عشان مش عارف. بليز توك تو ذا هاند. عارف انت عمر نادر 3-3-4-4. بص ارخم حاجه في اللعبه دي ان انت بس ايه تكون انت مريح تيم وبتركفر نفسك بقى وبتعمل جو وبتاع وفجاه تلاقي تيم تاني. يا جماعه الاخبار عاملين ايه؟ انا اعتمدت الصراحه على السلاح بطريقه غبيه يعني. سيبولي لايف لاين. انا صحيتك وطلعت ابص على الواد اللي كان بيجيب زمايله قلت ايه اخطفه ويمكن اجيبه هيت شوت ولا حاجه من بعيد. الواد جري بعدين فجاه لقيتك انت. طبعا كنت لسه بتهيل نفسك يا عيني. انت خدت الرصاصه. انت الرصاصه حتى ما لبستش فيك. انت الرصاصه عدت من جنبك. الواد التاني ده يعني الموضوع كان مأساوي. عارف لما تجيب اخر الماوس باد معاك؟ انا جبت اخرها بقى ودماغي مش عايزه تعمل ريجستر اللي هو شيل الماوس وديه شمال شويه وكمل تنشين. لا عمال اخبط في البتاع. هي هتتجاب هتيجي. يلا حصل خير يا جماعه. البتاع دي ايه يعني؟ انظم يعني ليه جايبه 6؟ والله انا جايب اكتر من 6 كيلات النهارده اقسم بالله. انت مش حاطط الداتا في البتاع دوت؟ انا جامب ماستر. صبر صبر انت سامعني؟ الو سامعني صح؟ ماشي. بص يا صابر. ايوه انا لو شفت منك فلانكايه واحده بس ماشي هفاجئك صدقني. ده انت فلانكاتك طلعت ليها صيت في دور العالم الرابع مش التالت. هو على فكره ممكن يقول لك انا بيعمل الفعل نفسه لكن مش لازم هو الفعل ده ان هو يؤدي الى حاجه. لا هو الصراحه لا بس 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 انا ماليش دعوه. لا 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 والله الحق يتقال. الحق يتقال. هو عمل فلانك بس عمل فلانك لينا احنا كمان يعني. احنا كنا فعلا احنا اتفاجئنا مع الخصم. لا بس ايه احنا ننزل هنا بس. هو في الاول وفي الاخر اسمه ايه؟ هو فلانك. ما انا ما يعني ما قدمناكش يعني. بص بس احنا بس نلوت هنا. ايوه نلوت هنا ونروح لهم عشان ايه المنطقه اللي هناك فيها لوت احسن من هنا بكتير يعني. اهو انا معايا الحمد لله اسلحه زي الزفت اهو. انا معايا ايفا 8 R99. طب يلا بينا. دخله كده سخنه كده. دخله كده فيها اكشن. يلا بينا. كفايه الويد. ثواني طب ثواني. لا 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 مفيش ثواني. يلا اسماعيل. ثواني طب امي في سكيبر. طيب لا لا ديفوشن. هات 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 قصدي هات بتاع ده سبيت ده ديفوشن ولا سبيت فاير ده؟ هات يا عم الديفوشن يا عم. لايك ان اوشن. يلا بينا اسماعيل. لا اسماعيل مش وقت الويد. اسماعيل روح. اسماعيل روح 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 روح. بوش رايح. بوش بوش بوش. استعدوا بقى عشان يا منطقه هيتعلم عليها دلوقتي. هتلاقوا معاهم شيلد ليفل 3 وحاجات كده كتير يعني. باخد بس انرجي سيل هنا. طب اف. طيب دوس اف. لو قوي لو يا دي النيله معاهم ارمر. هو لو جدا اللي تحت ده. رايح له ده. هو فين؟ انا بدور عليه هنا مش لاقيه. ورانا. واحد هنا فيري ليت. جبت واحد. الواد بيشحن. بعمل اشيل. معايا 5 طلقات. اوكي خلاص جبناهم كلهم. قول يونت كاي. يا عم خلاص يا عم يا عيني. يلا خدوا بقى الحاجه اللي معاهم عشان هم لوتونا اهو. يلا الله. يلا جود بويز. هيل بقى. جود بويز. لا مفيش هيل. لا جود بويز. طب تعال يا صابر. تعال يا صابر اخ. تعال انا معايا كميه لايت امو اللي عايز كتير. انا معايا هيفي كتير وانرجي كتير. طب هات. طيب لا ايه يا عم انا محتاج ايه ده. تعال هاي. طب اي حاجه. هاي لايت بقول لك. كمان ميتشل سي هلو. هو اسمه ميتشل؟
انا عارف يا عم المفروض الاسم معتز عندي ما اعرفش ايه ده صبر انت مصمصت الواد على فكره انت ما سبتش حاجه في الصندوق ما هو برضو كده يعني فاهم هياخد الحاجه ويعمل الفلانك خلاص قال لونه بيربل يا معلم رجعت لقيت بص الصندوق عامل لونه عامل ازاي جري ايه ده انا كل ده معيش شنطه والله اه سيبهولي ده برضو الله عليك وادي يعني ما شفت جيلبرتو ده تقيل قوي شفت الواد عامل ازاي اه عبد الجبار اسمه استنى بس استنى يا كابتن بس معلش النبي يا كابتن استنى يا كابتن بس النبي استنى هقول لك هقول لك والله هقول لك والله هقول لك استنى والله اسمع بس افهمك افهمك على فكره انا مشيت انت مشيت ليه استنى يا بابا مش فورتنايت يا حبيبي يا عم يا عم الفورتنايت مين انت فورتنايت مين والله في صندوق هنا يا معلم اهو تاني اهو وفي فينيكس كيت في اي في ام اهو اه مش انا جاي لا 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 انا عايز واقف لا 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 روح 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 يا عم الفورتنايت روح يلا تنننن تنن خد واحد فينيكس كيت يا بيست بيستي لا تات طيب يا عم انا كل ده معيش شنطه يا عم كانت معايا فين الهيفي يا عم اسماعيل استنى استنى خد دي فين الهيفي يا عم اسماعيل ايه خد اهي فين الهيفي يا عم اسماعيل بس الو طب اي حاجه ماشي انا ما ان شاء الله تموت يا بيستي وانا هلوتك باذن الله على فكره كان في منطقه جنبنا على الشمال هنا ما لوتنا والله يلا يلا بينا على هنا استنى استنى بنزل البتاع بتاعتي استنى انا عايز تيربو تشارجر بتاع اسمه ده هاب هاب اي نيد هاب هاب سي 920 احسن بدايه ايه ده يا رب كان يموت يا رب اخدت ايه ماشي اخدت ايه خدت خد هلمت إيه بنفسجي انا ما خدتش وانا ما خدتش حاجه هو خد هلمت بنفسجي والنعم ما خدت حاجه مش عايز ده لسه قفشني على طول انا لغايه دلوقتي معيش شنطه انت عارف يا صابر لو نزلت الهلمت دي عملت دوس عليها مرتين بيعمل لها دوبليكيت ايه الو إيه؟ لحظه انت بتقول ايه تعال جرب كده تعال 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 والله بس جرب كده ومال استنى تعالى صابر نجرب الموضوع ده صابر عشان كلنا عشان كلنا نمشي بيها صابر عشان كلنا نمشي بيها تعالى تعالى بس ايه ده استنى في سبلاي اوروبا ايه ولا دي ولا ايه لا مش سبلاي اوروبا بالون بلون بلون مش عارف فكرتني بمصر المسرح اللي كان موجود ايوه ايوه مش ما تقولش ما تقولش ما تقولش ما تقولش طب والله انا هعمل فلانكايه هتندموا عليها بلاش ابوس ايدك فلانكات لو الاقي بس هاب هاب بس للديفوشن والله بس قوي سامح حد برضه صابر بقول لكم انا سبت برولر هنا بسلكت فاير حد عايزه؟ لا بقول لك بسلكت فاير عارف يعني ايه سلكت فاير؟ والله فعلا عارف يعني ايه سلكت فاير؟ ايه ده انا على فكره انا معايا 200 لايت امو فال اللي عايز يقول بقى ايه ده ايه الصوت ده؟ ايه الصوت اللي مين اللي كان بينهك دلوقتي؟ الو انا حاسس ان بلاد هاوند عامل الالت بتاعه اه شفت بقى؟ فينك يا جدعان الناس؟ دم طيب انا بقى افلانك انا ولا ايه؟ اخش من ناحيه الشمال عليهم ولا ايه؟ لا لا تعالى هتبقى لوحدك يا عم هنواجههم كلنا مع بعض والله طيب. فكس عشان الزوم كمان يعني ناقصه دبل ال ام جي ما انا هغير في اقرب فرصه فرصه وصلت ولا ايه؟ لو لقينا كارباين هاخده هنبش ولا انجزوا خدوا القرار بسرعه بس دوس عليهم اف عشان اعرف هم فين ما قدامنا مش بعيد يعني اجري اجري على الزون اجري على الزون اجري على الزون انا برضه قلت كده ايه ده؟ شمال بقى شمال ماشي هما غالبا هيبقوا في الظهر فخلي بالك ما احنا نخش وناخد كفر ورا طوبه كده نستناهم يعدوا بس هما في ماركت مش ماركت دي لا اوكي بس شايف الطوبه دي والله استنى عندها هنا هنا لو هما ايه ده دي لسه في الزون لو هما جايين هما بيحاربوا ورانا على فكره تحب نكمل على الدايره الجايه لا لا ممكن مش عارف
رأيي نروح على الدائرة الجاية صراحة، نخلص بدري بدري كده. في واحدة في مين ستريت كده. طيب اوه لا ده الوينج مان. وينج مان لا انا فعلا محتاج هيفي امو فعلا. في وينج مان هي هيفي امو. انا مش عايز الوينج مان، انا عايز ايه واخد لي بالك. انا بقول لك انا محتاج و... انا على فكره، على فكره كال ام جي معيش كتير والله، معايا كليبين. طب لو دي طيب هو تحس ان اسماعيل نزل كتير بس هو ما نزلش كتير يعني. في النارمر ازرق حاجه. ايه ده هو انا اللي نزلت؟ اسلحتي زباله قوي الصراحه. في في لايت، في لايت امو هنا كتير قوي. بقول لك انا حرفيا معايا 200، معايا 200 والله يعني اوفر. 200 ايه؟ 200 لايت امو. ما انا لو لقيته كارباين او ار 99 قول لي. اه هو هو ولا ده هاملك؟ ده جي 7 اوكي. اسمعني افتكرتك حد يا اسمعني. هاي بيستي هلو، عيون بيستي هلو. تعال تعال نطلع من فوق. يا رب سكوب يا رب يا رب. اسمه ايه ده برضه؟ اهو تعال 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 من هنا، تعال من هنا تعال من هنا. سوري سوري دي غلط. ازاي الغي دي؟ اهي ماشي كام مضايقاني قوي والله. طيب لسه 7 سكوادز على فكره. لسه ايه ده؟ ايه ده والله؟ انت ايه ده والله؟ ايه ده؟ انت عملتها ازاي دي؟ هي المفروض تطلع على طول اصلا، ما اعرفش ليه كان بيعمل كده. انا مش عارف اطلع مو. ديفوشن از باد وذات تيربو. ايوه. هولد سبيس. عشان كده بفكر لو لقيت كارباين هاوت. اقرب فرصة. تعال نروح. مش عايز يطلع والله. تعال نروح هنا، تعال نروح هنا. دوس سبيس يا عم، تعال من هنا، تعال من هنا. ما انا عمال ادوس سبيس. يا جدعان انا اتزنقت. انا هنا. يا جدعان انا حرفيا اتزنقت. هو المكان ده مش متلوت. تعالوا هقول لك على حاجة. طلعت اهو الحمد لله. بس المشكلة بقى في دي بص مش عايز. اهي يا عم اهي. استنى استنى اهي. تعالى من هنا، تعالى من هنا، تعالى يا جدعان، تعالوا يا جدعان انجزوا. في حاجات كتير هنا. في سكوب بس اهم حاجة ولا في سكوبات؟ تعال صابر بس كان مزنوق مش عارف يطلع. ايه ايه الهبل ده؟ هيحصل ايه بقى دلوقتي؟ المكان ده أول مرة أجيله على فكرة. الله أنا خدت التربو من غير ما أحتاجه. والله نايس. المكان ده مليان. المكان ده مليان. روح روح هنا يا صابر، روح هنا يا صابر يا حبيبي. أنت معاك لو معاك سنايبر هنا في المنطقة دي. ماشي. ماشي. الدايرة جاية علينا عامة بس قشطة يعني. لويته لويته لويته. في في امو هنا يا صابر. ايه يا عم مش بالسرعه دي والله هسيبهولك يعني. هو داخل يسرق الامو ايه؟ خلاص خلاص لف لف وارجع تاني، لف وارجع تاني. يلا 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 خش الزون. اسماعيل خش يا اسماعيل. انا جاي لك. تعالى اسماعيل عشان نهايلك. وانا قتلت واحد امتى؟ اه افتكرت. خدت الهلمت الليفل 2 دي؟ احنا كلنا معانا الهلمتس على الاقل ليفل 2. انت لو دوست تاب بتشوف زمايلك معاهم ايه كشيلدات على فكره. ك كحاجات يعني. ايه ده؟ ايه؟ بيستي لا سلطان يا لا 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 ما تقولش بجد؟ خداوتك. صوتي بيقطع جامد؟ ايه الصوت الغريب ده والله؟ بيستي لا استنى اوعى تقطع. يا جماعه الو. ايوه بس كده انت كده ظريف. طيب تعال 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 اسمعني هنا، اسمعني انجز. تعال هنا بسرعه يا عم. باتشينج ماي سيلف اب. ايه تعال انجز. ايوه هات بقى صبر شويه. طلق سمج. لا مش معايا خلاص. انا حاليا معايا 340 هيفي امو يعني. صباح الفل.
طيب خلاص خلاص انا لقيت طلسم كتير. اه حلوه دي. اوعى اوعى خدها على طول. الو في ايه يا اسمعين؟ هنا بقى نلاقي ناس اكيد. ها فضل 4 سكواد تصدقوا المكان ده مش متلوت خالص؟ بهاي ازاي الكلام ده؟ ارخم حاجه بقى انت ممكن تلاقي حد طلع مره واحده فجاه راح مديك طريق. خلينا طب ماشيين مع بعض، خلينا ماشيين مع بعض. خدوها مش عايزها. اوه اسماعيل تعال اسماعيل. على اساس انا مش معاكم وسامعكم يعني؟ لو لقيت سيرمايت، لو لقيت سيرمايت قول لي بقى. سيرمايت؟ اه اوكي. استنى معلش. عايز لبانه؟ لبانه او اي حاجه، اي حاجه بس. في هيفي امو هنا لو عايز. هيفي امو هنا. معايا 400. خد معاك 400 هيفي امو؟ اه. ليه؟ ترى بعيد عنك. بص ال هو السبيت فاير بقى. بص جلد بس، جلد بس، اه جلد بس. السبيت فاير جلد بس. انا عايز اكستندر للاس ام جي. طب مش اوه ايه ده ده ايه؟ صابر ارجع صابر خش جوه. فين طيب يا صابر؟ تعامل هنا تعامل هنا تعامل هنا. هم كانوا هناك كده. ماشي تعالوا طيب من هنا. انا كده كده هنا جوه الزون. طيب مش حلو. نايس فلانكاية. خش 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 بس خش بس خليك يعني في. مش انا مش هنزل. ايه ما تروحش من هنا ما تروحش من هنا. ماشي اوكي. يا نهار بيسي. تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا بس. يا جدعان بتحاربوا ليه يا جدعان؟ يخرب بيتك. طب دوسوا اف طيب اعرف هم فين. هو انا ليه انا بس اللي بتضرب والله؟ ليه؟ على فكره عايز اقول لك بيلوتوا تحت. ها احنا الهاي جراوند عليه. اهو واحد اهو. اه شفته. هيت. ايه يا لحظة انت مش قلت ان هما تحت؟ كان في ناس تحت اه بس عملوا اللي هو السموك وطلع. اه في واحد اهو في واحد اهو. في اثنين. ده التيم الثاني اوكي. اي اي اي. فين 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 فين؟ تريبل تيك. فين 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 فين؟ اه قدامك قدامك. انا ايه ده؟ اوكي. معاه جولد شيلد. الله اكبر الله اكبر. ايه ده ايه ده الجلتش ده؟ يا ولي لذينا. اوكي يلا هو على التريبل تي. بقول لك احنا مزنوزين انا مش حلو خالص. بقول لك ايه ارجع فول باك. احنا محتاجين اي اسمه ايه ده. اوه اوكي اوكي. بوش 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 بوش. وهما بيعملوا معاك الالتي يا صابر. ثواني سير. وي نيد ذا بورتال على فكره. احنا محتاجين كده. معاك التي ولا لا يا صابر؟ اسماعيل قشطه 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 قشطه. اه معايا. طب ارميها ارميها هناك ارميها هناك ارميها. ابعد حاجه هناك. هاجي لك هاجي لك هاجي لك. نعمل بورت. استنى بقى ارمي سموك علينا يا صابر. ما احنا بس ثانيه بس. ماشي بورتال بس يعمل بوش على الزون بوش على الزون. ما ينفعش الكلام ده. استنى لا 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 هو صح هو صح هو صح. ثانيه اصل في شجر هنا ممكن نستخبى فيه. الشجر تحت ده ممكن نستخبى فيه جامد. انا ضربت تقريبا. لا ما ضربتش. عندي عندي ولو. اوه في واحد واحد عندنا. انا لو. انا لت قوي. انا انا داوند. ايوه ايوه جيبه جيبه جيبه. هو لت قوي. صبر انت عارفين لو جبت فيه طلقه واحده خلاص يا صبر. هو ده انا اقسم بالله. بس تعالى صبر تعالى صبر تعالى حقني تعالى حقني. لا لا فكك من لوت فكك من لوت. انا وراك يا صابر. لا خلي بالك عشان في واحد. خلاص متنا يا عم. لا ارموت انا مش مصدق يا صابر انت ركزت مع اللوت كده.
هاتو. انا مش مصدق انك ركزت مع لوت كده يا عم. انت ركزت مع اللوت؟ الو قتل الواد وراح يبص معاه. ايه انا ما كنتش شايفك اصلا. حسبي الله ونعم. كنت عايز اجيلك تمام وانا جايلك بقى كان خلاص ال تاتا وتقول معايا كان التيم التاني بيبوش. انا قتلت الواد اللي فوق اصلا. هاي يا جماعه يروح عندي صار بسي TH200 IQ. don't be toxic. if you're toxic you're gonna get banned. صبر معاكم ولا معاهم؟ ماذا حدث؟ في موسيقى حزينه اشتغلت في دماغي اصلا لما صبر راح للصندوق. ايه ده هو انت عامل ستريم؟ ايوه يا عم. انا لسه جاي لي نوتيفيكيشن. كنت انا اللي بتاع المفروض. لسه جاي لك نوتيفيكيشن؟ لا جاي اصلا. الموبايل كان الواي فاي فيه كان مقفول. اما تقول ان انت عامل ستريم يا عم. انا عامل ستريم يا اسماعيل. ده انا اجيلك بقى. بس شفت الطن اللي انا عملته؟ ومين اللي قال لك عليه اسماعيل؟ انا كنت مريح ورا. انا كنت باخد. كلنا متنا يا جماعه كلنا متنا. الواد ضربني بال ومين كان معاه فور كيل؟ هي اصلا ما عرفتش تزرعها مالته التنل ليه؟ لان في شجر في المنطقه دي عباره عن فول كفر اساسا. بس هي الفكره ان احنا التنل على اساس ان احنا ايه ممكن نرجع منه عشان لا لا اسمه ايه ده عشان الزون كمان. ولو يعني عارف انت كنا ممكن فلانكينا ولو حصل اي حاجه ممكن نرجع فاهم. لا يا صابر ارجوك لا. صابر هو اللي اعمل لنا فلانكينا. صابر جامد جدا يا ابني. دي احسن حته والله في الجيم. صابر واحنا ده كنا بننزل في ايه؟ صابر اخ ايه؟ بس انت ليه اسمك صابر اخ؟ عشان كرييتيف. لا لو عايز تبقى كرييتيف تبقى صابر 2010. اشمعنى؟ ما مصر كلها كانت بتعمل 2010 دي عشان تبقى كرييتيف. عشان كانت المفروض مصر رايحه كاس العالم في 2010. او قصدي سوري كانت هتعمل هوستنج لكاس العالم في 2010. هو انت بتضربه وبتضربه ولا ايه؟ لا 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 لا. الموضوع بدا فين؟ معايا الترنيتر عامة. ده ايه المكان ده يا عم؟ ده احسن مكان فيك يا تلت التاورز. صابر عندي ليك سؤال بس مهم معلش. هو عبقر بيلعب فورتنايت من الصبح؟ ايوه وانا كنت لسه هسأله نفس الحوار عشان حرفيا عمال ابعت له اصلا في الديسكورد ما بيردش. قلت يمكن فتح الديسكورد ولا مش موجود. لا 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 هو بيبقى موجود في سيرفر معين كده. لا مش انا عارف حوار السيرفر ده بس ببعت له اصلا برايفت في الديسكورد ما بيردش. وانا برضه عادي عادي لا اكر. بص بقى تراي هارد جدا جدا. لعبتهم خايسه. انا لا عندي مش حقيقه الصراحه. انا لا اتفق. بس بقى كميه جليتشات كميه جليتشات اصلا موجوده في اللعبه دلوقتي غير طبيعيه والله. زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ زي حاجات كتير. لما اشوف الناس اصلا كلها بتشتكي. كله اعرفهم اللي كانوا بيعملوا ستريمنج ليها وقف. سكول بيرسر؟ عبقر مغرور كونفيرم ده يا جماعه. نروح على ال تبع صابر في شيلد هناك اهو. فين؟ هل العيال دي ايه كل الحاجات اللي لقوها دي والله؟ هوبا نروح على الناس يلا؟ لا يا جماعه معيش اسلحه كويسه والله. هو ايه ده عندي؟ اف دوسوا اف زرار جنب ايديك. انا ما لحقتش ان انا ادوس حاجه اصلا. الله يصبر عمي. هلو بصوا يا جماعه الحركه دي. بصوا ركزوا يا جماعه. واحد عندي شفت الحركه دي؟ الله جامده قوي صح؟
ما انا ملحق ما لحقناش لان كنا في وسط يا جماعه واحد هنا اهو يا جماعه في واحد هنا يا جماعه هنا ايوه انا ما لحقتش انا ما لحقتش انا ما لحقتش حد ولا انت بتستظرف في حد ولا ايه يا جماعه قالوا بتستظرفوا صح اهو 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 يا بس في حد هنا في حد هنا اهو اهو لا 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 في حد هنا بجد فوق هنا اهو يا بس يا ها ها لا بص هو كان فينا اصلا فايت ها خلي بالك مش عمالك يطلع فوق احنا طالعين فوق هو كان في حد هنا خلي بالك يا اسماعيل فين جوه ده مراج الجيم عبارة عن انا بحاول الحقهم والله واحد وقع في واحد جاي من بعيد وعندي في واحد هنا جاي من بعيد انا هارب اي يا ولاد الذين ده في اتنين اوكي ده جالي طبعا. انا كنت على السور طيب شايف ده طلع في ثلاثة هنا يا عم واحد في الصحراء واحد اللي انا كنت مدمجه وده انا دخلنا بمين تمين عم كنت فاكر ان في واحد اللي هو صاحبهم اساسا جي جي والبلاي كل 41 دمج الحمد لله حاجه اسماعيل قال حاجه صح والله قبل ما نبدا الاستريم قال لي بص كنا بنعمل مع بعض جيم جامد جدا او كنا بنلعب مع بعض جامد قوي قبل الاستريم هتبدا الاستريم بقى خلاص مفيش الكلام ده انت عارف المشكله في ايه سامر بطل يعمل فلانكات صح لو يعمل فلانكات هي المشكله عارف اقول لك على حاجه ان انت لما تبوش على حد تبقى انت ضامن ان انت مفيش حد وراك ده اللي حصل يعني هو صابر دخل قتل الواحد بتاع ده واحد بعد كده كان في حد موجود في نفس اثنين واحد فلانك علينا بلاد هاوند وواحد تاني كان جوه في الطرق اللي في الطرق ده انا افتكرت ان هو ريحني لا طلع ان في حد ورايا لا بقول لك انا اقسم بالله في واحد جري ورايا جري طب صابر خد لايف لاين يا صابر ما بحبهاش خد لايف لاين يا صابر خلينا نجرب السكين ده مره يا صابر والله مفيد قوي بحبش لايف لاين انا بس عايز احلل السكين اللي طلع لي عشوائيا ده مش هتكسب طول ما اسماعيل معاك كسبت معاه تاني جيم اصلا تاني جيم لعبناه مع بعض كسبناه لا وكسبينه يعني اللي هو قاتلين نص الجيم تقريبا وانا بشاور كده ليه هي انت هتقول الكلب ده 16353 دامج ما بي وقت لا 163000 دامج نزل نزله عنيفه ولا نزل نزله رايقه هو صابر اخ ولا انا من رايي يعني كالعادة بص احنا غلطنا انت رايح فين انت بعمل بن طب انا ايه هنروح فين انا نزلت خلاص في كالعادة شمال ولا يمين انا نزلت الو انا نزلت كالعادة الو واحد معاك لا اله الا الله بيستي ايوه الو وفي كمية اصوات كبيرة اوي انا خايف لا قولولي الناس فين بس قولولي انتوا الناس فين بس في ناس تحتينا تقريبا تحتينا معايد خلي بالك اه شوتر موف ولا مش بالتا نيتر ولا ايه معايا بس في واحد هنا اي انت فين يا صابر مع اسماعيل فين مع اسماعيل تحت على شمالك تحت خالص على شمالك على شمالك تحت انا مش اي حاجه لهيل بيها الواد مع وينج مان هيريحني انا متعود على بنجلور دي يلا بس يطلع كده هو انا زي موت يا بيستي يا بيستي موت يا حبيبي استنى يا حبيبي انا بتفشخ خينا يا صابر اه والله اوكي هيا بس تعمل ايه الواد وراك عمال بيتي في اسماعيل اصلا الحل انت جدا على فكره لو معاك اي حاجه ريحهم بيها استنى يا عم
حلو ده، حط سكوب على ده. لا شيل سكوب. لا 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 الله الله عليك. انت ايه يا جو يا نينجا كونغ فو ده؟ معيش غير التنيت على سكوب فور. خدت اي لوت كده في الطريق قلت اجي. انا عايز اقول لك انت انا بضرب الواد وانت في ضهري، يعني هو الاثنين في ضهرك. انا لقيت طلق في ظهري وانا حرفيا كان فاضل لي ضربه واموت، والمشكله ان انا بلعب اصلا متعود بلعب بلايف لاين، فبرمي من نفس البوت لقيت نفسي بعمل لهم مارك. اوكي ما تلخبطوش بقى بتاع دوت والنبي. اه لا انا هاخد لايف لاين تاني. انت خد لايف لاين وهو ياخد عمال اركب. لقيته صابر في حضني. فين البتاع اللي بتهيل؟ فين فين مايكل ده اللي اسمه ايه؟ ميتشيجن ده ولا ايه اسمه ايه؟ لا عايز اقول لك انا ورا صابر بالظبط. صابر خد الطلقه ريح في حضني، عارف انت اللي هو ايه صابر عامل ايه؟ بقول لك انا اقسم بالله كنت حرفيا وان شوت وان شوت. انا ابني واقف اصلا وان شوت ما اعرفش صابر ده وان شوت. لو واحد معاه وينج مان يا عم، الواد معاه وينج مان جه ريحنا اصلا. انا معايا بيستول وفي بتاع دوت لايت امو، يعني يا دوب بس اضربه على الواد والواد يهش عارف انت. وبيستول يا ريته بيضرب ورا بعض. لا بيستول بتاع دوت عارف انت. سيموتو اصابه. فين فلانكس يا صابر؟ كل ده سخين. كل ده سخين. الفلانكات جايه. بنضارتك دي يا عم غسان مطر. اهم حاجه النضاره والله. اهم حاجه النضاره. غسان مطر والله. ان في ناس بتفتكر ايه ان انت لازم تفايت لحد الاخر، يعني اللي هو لا انت في بتاع دوت، يعني انت تضرب تدمج وتجري وبعد كده. اه الفكره بقى ان انا لو كنت جريت كان لازم اجيبكم تاني، فانا كنت عايز اموتهم. انت بتلمح ليه؟ انا اخر واحد كان عايش فيكم. لا انا بتكلم في العموم مش قصدي، يعني انا بتكلم في العموم. خلي بالك من نفسك ومن كلامك. خلي بالك من نفسك ومن كلامك. انت ايه المصاصه اللي انت حاططها لنا وحاطط ايدك على خدك كده يا ابني؟ دي مصاصه عشان ما شفتش الترمومتر. هو عامله كامل ده. ايه ده في ايه؟ ينفع الدوشه اللي انت عملتها دي؟ شفت ايه بتهزق البوت بتاعه؟ انا جامب مثلا. اتفرج يا صابر، اتفرج يا صابر ازاي يا صابر بنعمل سبون نفس السبون بالظبط. ماشي شوف الفرق بين سبوني وسبونك. سبوني هيجيب الجيم. عايز اقول لك المشكله اللي احنا كنا في الجو عاملين بنسال هننزل فين؟ ننزل نزور راسي؟ نزور راسي. بس خلاص جي جي ايزي. ايه السكنايه دي؟ اهو معايا بيبي جن اهو. بس كده خلاص. فين بقى المعارك؟ هاتولي المعارك. بس فين بقى المعارك بجد؟ انا بقى جاهز معارك. انت جاهز معارك؟ انا هنا. لا شيء انا عامل لك مارك اهو. كود بي سام لوت هير. معايا ثيرمال تيك. الجيم ده بتاعنا. ولا خلاص رميت الثيرمال تيك واخدت سبيت فاير. الجيم ده مش بتاعنا. بقول لك نيوك او كارباين. كارباين هتاخده ولا كارباين بتعمل كولات عشان يجي ناخده؟ لا انا لو وبعدين اصلا انا بعيد يعني. تمام يا دون بعيد. ها يعني لو خسرنا الجيم ده يبقى مين السبب؟ مين اللي هيتلام اكيد؟ اللي منزلنا. ليه؟ ليه انا واسماعيل جنب بعض وانت بعيد ليه؟ اديني سبب واحد. اديني مبرر. واسماعيل بيعمل ايه اصلا؟ صوت الكيبورد بتاعه عالي كده ليه؟ ايه؟ صوت الكيبورد بتاعك عالي ليه؟ في ايه بتعمله دلوقتي بيستدعى الزرار دي؟ اصل انا غيرت الكيبورد فتقريبا فتحس ان انا عارف انت؟ يا عم غيرت الكيبورد وغيرت غيرت السيت اب كله والله. غيرت السيت اب. ناس تغير بقى من اسلوبك ومحتواك وكده نحبك كلنا. ايه ده؟ ايه الو؟ انت جيت منين؟ بس يا صابر مش هنجيلك يا صابر. بطل تطلب اتنشن يا صابر لو سمحت. براحتك. ايه اللي معاك هنا؟ خليه كده خليه كده قاعد بيلعب لوحده. اللود. انا جاي اهو. اصدقائي. انا قلت ان احنا هنكسب الجيم ده على اساس ان كلنا هننزل مع بعض، بس واضح ان احنا مش هننزل مع بعض، فواضح ان احنا ممكن ما نكسبش الجيم ده. فلو خسرنا الجيم هيبقى صابر السبب. انا رايح.
انا رايح ابحث عن معركة. بص بقى بص بقى ناقص يجمع ماتريال والله. يا ريت والله الناس الفورتنايت مين دول. هوبا على صابر. هوبا على صابر ايه؟ ريست تروح على صابر والله؟ انا كنت عايز اقول تاني. لا 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 سيبك منه سيبك منه. صابر هيتفرج عليا انا وانت بنكسب الجيم ده. انت الحركة دي كان ليها لازمة يعني قوي؟ كنت بعمل لك هلعب لوحدي والله. استنى 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 واحد بيعمل حركات والتاني يا دي النيلة. جرب كده جرب. لا عادي عادي مش هنيجي يا صابر. لا جاي لك يا صابر جاي لك يا صابر حبيبي. ديبز تعال نروح لصابر اسماعيل عشان نلعب معاه. ديبز ايه اللي اي نيد ات؟ انت هتهزر بقى. يلا بينا ولا ايه؟ لص لص بيلعب معاك. يلا بينا. ما اللي بيضربوا دول فين؟ فاير. بقول لك ايه؟ ايوه خلينا بس ننام ما نخشش وسط البتاع ده. ممكن نخش البيوت ونطلع من البيوت عارف انت. طب تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا خلينا ماشيين مع بعض كده. في هنا هيفي يا اسماعيل. لو لقيت وينج مان في هيفي امو هنا اسماعيل وفي وينج مان جنبه. والله صابر بيلعب اسوء من الواد اللي كنا بنلعب معانا وانت يا اسماعيل اللي هو اللي كان بيمشي مع نفسه ده. سيبنا وجري. بص بقى فين قلنا له ارجع هراجع عارف انت اللي هو ايه يا جدعان والله اهو في حد هنا اهو. طب يعني what do you want us to do طيب؟ فين يا جدعان؟ مع البن. انا هلف. في ناس في ظهرنا ده. انا هعمل فلانك يا جماعه. لا انا اللي هعمل فلانك. لا استنى اجي معاك بقى نعمل مع بعض. استنى استنى بحاول اطلع الفلانك دي. انا هروح اعمل فلانك لوحدي. ها عملتها ازاي دي؟ ايه ده انا عندي يا عم ما توقعنيش يا عم استنى بس هما فين بقى؟ ايه ده انا عندي ها عندي تعالوا تعالوا هنا كده والله؟ ايه ده بجد؟ اوكي هم هو مش عارف ان احنا فوق تقريبا. هو في فايت تاني هنا. زي ولا واحدة جت فيهم. ايه الان انا حقيقة بفلانك. ماشي انت هو جبت واحد جبت واحد جبت واحد. وفي عندي واحد لو قوي. جبت واحد ايوه خليك انت مع اللي عندك يا صابر وانا اروح للتاني ده عشان تقريبا بنجيب زميله. انا لو هو هرب. جت فيها. جبت اتنين. مات اللي عندك. خلاص خلاص موتهم كله. باخد فينيكس كيت. في حد عندك؟ خلاص خلاص موتهم كله. خلي بالك بقى من اللي جاي ها عشان في ناس هتبوش علينا دلوقتي. والله ايزي فلانك ولا ايه؟ انا عايز اقول لك اللي انت كنت بتتخانق معايا بيستي انا النجمه اللي انا ضربتها لزقت فيه. انا في واحد برضه جبته بالنجمه عملت له داون. طب ايه مفيش اي شيلد عادل علينا كده ولا ايه؟ ما انا بحاول اجيبه اهو تقريبا هنا فيها صابر في الناس اللي ماتت عندي. تعال بس خد بس الهيلينج دي هو مباشر ينزل على يوتيوب في الاغلب. اه فين فين تعالى تعالى عندي انا نزلت بودي ارمر ليفل 2 امسك اسماعيل بيتضرب. دوس اف يا اسماعيل. طب انا هايل انا بعيد. انا وقعت ليه ما دوس شفها ليه ما اسماعيل؟ طب انا هحاول اجي لك. ما عندك؟ مع الترند انا عملته. جبت واحد؟ انا مش قد كده مش قد كده الواد جاي كده. جبت الثاني؟ الثالث اهو الثالث اهو الثالث على الباني يا صابر. اوه انا
اديته واحده ب 90. انا جبت 2 يا جدعان. بيس كيبر ده يعني بحس ان هو ما بينجلس في وسط المعارك يعني عارف. طب ايوه بطيء قوي. لو حد مثلا معاه حاجه سريعه هيريحك. العيال على فكره اللي قتلونا على فكره عايز اقول لك اي حاجه في اي حاجه يعني. والمشكله ان هم اتضرب عليا واتدمجت جامد وانا كنت انا كنت عايز الحاجه قبل ما يوقعوك اصلا. ما كنتش عايز اجيبك بالجهاز. انا عملت اللي هي الباسف الت دي اللي هي الالت بتاعتي مش الالت. عملت البتاع اللي هي اختفي ديت. بس للاسف وانا لما ظهرت ظهرت يعني في حته كانت مكشوفه فالطلقه راحت مريحاني. يلا جي جي. الحمد لله الحمد لله بتاع بيستي. انا جاي لنا ايرو وانا انا داخل لوحدي تقريبا سولو. بس انا هختار استنى ممكن ادخلكم. هو مش معانا في دلوقتي في اللعبه ف اسمعنا لا ايه صح الغى بعدها. مش بيستي دخل الماتش اصلا. بيستي انت في ماتش على فكره احنا مش معاك. استنوا يا جدعان استنوا الصبر حلو هيخرج تقريبا. عندما اخرج للفلان كده فريق الاحتفال ايه ده والله. انا الو خلو دخلت ماتش احنا حصل لنا ايرور. ما انا خدت بالي كنا معانا اخر حته دي كان معانا لوت حلو قوي. صابر خد الايفا 8 ايه فيه بيضرب ورا بعض على طول هينجزك. بس بص بقى سبعات وتسعة وبتاع وكسم بلا حاجة. لا 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 بس عايز اقول لك ايه سبعات وتسعة دي ده ماشي. لا الايه فيه احسن بكتير اصلا لان كمان لو عملت مس مشكلة البيس كيبر انت لازم ما تضيعش وقت طلقة. ما هو انا عملت كده بس كان بطيء. المشكلة كمان ايه لما بتيجي بيخرس الرصاص انت لازم انت تدوس ريلود مش هو بيعمل ريلود لوحده. ايوه عارف انت بس ايه رايكم في الكاميرا الجديده يا جدعان والله. ايه رايكم في كواليتي الكاميرا دلوقتي بتاعت التويتش ده جي اتش 5 على فكره. بقول لك انا سمعت الصوت بتاع البتاع دوت 112 مره ده اللي انا عملته. بس انا بصراحه انا مستمتع باللعبه دي اكتر من اي لعبه ثانيه. يعني بس هي لعبه ناس كبار كده مع احترام الصبر يعني مش قصدي حاجه. بس فعلا 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 بحس ان انا ايه ده منزلش ايه ده. بحس ان انا بلعب مع ناس من سننا بيلعبوا بنفس طريقه لعبنا مش ان انا اسمه ايه ده ادخل ضد واحد معانا. ايوه ايوه ادخل ضد واحد اضربه طلقه الاقيه بنا برج خليفه قدامي. ما هو ده السكيل على يا حبيبي. الفرق بين ايبكس ليجندز و طيب انا في حد عندي وانا مش معاك سلاح. اف اف دوس اف دوس اف عشان نشوفه فين. ما انا اقسم بالله هم ورايا. ما انا ايوه ما انا معاك ازاي بقى. جاي لك جاي لك جاي لك. انا حرفيا مش معاك سلاح. هربت انت جاي يعني. الواد معاه بيربل ارمر ده امتى. هربت انت جاي يعني. ازاي ولا واحدة جت؟ انا مش معايا سلاح لحد دلوقتي. بتهيلني يا ابني؟ بيستي لا جبت التاني؟ بس خلاص كلهم ماتوا. خلاص خلاص كلهم ماتوا كلهم ماتوا. انا ضرب الويبن بوكس. انا عاجبني جدا البي 2020 على فكرة. بجد والله. لويتوا لويتوا لويتوا. صابر عملي انا وتير ماشي الاربع طلقات خلاص كلهم ماتوا والنبي. هاي هاي الدراما دي. انا عايز اقول لك ان حرفيا مش معايا حاجه لحد دلوقتي. ايه بس انت مالك متوتر ليه؟ ما مش عارف انت متوتر ليه. طيب مش عارف. I need it. الواد يا عيني الواد كان ديسبريت قوي. رمى الهيلينج لي انا يعني هو هيلني تقريبا اساسا. انا لو حد جه تاني هنا هسلم عليه اقول له اقتلني بقى. ايه ده نفسي اعمله في اللعبه دي انك تشوف تعمل لوك اراوند بنفسك من غير ما من غير ما تقيم. ثانكس. ممكن بقى تصبروا شويه بقى وما نخشش في فايتات دلوقتي. ايه اللي انا عملته عشان انا مش فاهم. ايه ده تعال بس نلوت على الحته النكست. لوت هنا بس
في حد عندنا في حد عندنا فكوكو منه. طيب لازم تحاربوه يعني ولا ايه؟ انا ما اعرفش فين اصلا. انا سمعت سكر بيقول لي دينجر موف. هنا هنا اهو. ماشي بوش عليا باك. عايز رصاص عشان ماشي رصاص. هنا صابر. ارميش رصاص. جالك اسماعيل. جالك. هو غالبا بيصحى. في واحد اهو. لا صعب قوي. بعد انا. صح. طب حاولوا تبقوا عندي شويه. بابوش معايا. وفي واحد تاني هنا. مش عارف اجيب الالترنيت طالع منها. وهتين ب 40. انا جاي لكم. بابوش وراك اهو. يعني مش فاهم. بريتشارج شيلد بس. هو كان هنا. جاي لكم. هو صاحبه وقع. هو هنا. هو في بقى واحد تاني بس مش عارف راح فين. خلي بالك بس في النص. هنا. انا مش معايا حاجه هيبيع. صابر ما تبوش. لا تعال. انا شفت. دخله. ما تبوش عشان هما اتنين يا بيستي. ها اتنين. يا بيستي. الواد فاتح الباب وعامل التريك. ها مفيش اي حاجه. جبت واحد. ايه ده؟ فين؟ اهو. عندي. عيني يا اسماعيل. دير يا اسماعيل. انا معيش اي حاجه يا عم. قلنا محدش يخش. ريلودنج يا عم. اسماعيل. ايه ده؟ تعالالي يا حليوه اللي بشيت. يا عم اقعد ساكت. ما انا بشيت لوحدي. جبت واحد. كان في واحد بس واحنا ثلاثه. كان ممكن نبرش على الاخير. هو فين؟ انا هنا اهو. انت يا عم انت اللي حاططك على خدك. ايه ده؟ هما دخلوا. هما لسه في الماتش ما طلعوش. ايه الذكاء ده؟ اتنين جوه في الاوضه. ايه الذكاء ده؟ ارجع. لا حبيبي. طب انا دلوقتي عملت بوش على حد وجبته. كان باقي واحد بس معانا في نفس المكان. ما دخلتوش معايا ليه؟ مش فاهم. ما كانش معايا طل. ما فيش حاجه اصلا. خش اضربوه ميلي. لطشوا فيه. ما كنا بقى ده اللي كنت بعمله. ما صابت شاف اللقطه. انا كنت بضرب بالبوكس بس كان معاه ارمر. انت بتقول لي هو عمل جليتش. اولا جليتش الباب. مفيش جليتش باب. انت لو ضربت الباب فيه خلاص. بقول لك واقف ورا الباب بيفتح. ايوه روح قافله. ماشي. دوس فيه على الباب هيتكسر. هيتشال خالص. هيختفي. في واحد تاني ومعاه في نفس الاوضه. انا هوريك حاجه لما ندخل. استنى. يا بيستي عمري يروح. استنى بس اول ما ندخل الجيم هوريك. الجيم ده مش حاجه. الجيم ده عباره عن اثبات نظريه. انت جيت اهو. تعالى لي بقى. استنى بس. الجيم ده اثبات نظريه. ماشي. اول ما نخش الجيم عايز اوريك حاجه. انت مش مقتنع بكلامي من الاول. الباب. ما انا عارف. طب أنا ليه ما بتكسرش الباب يا معلم؟ انا هبوش على الواد اللي بيفتح الباب وهيضربه. عامل ما بوش. انا بعيد. هو شايفني. انا بتكلم في كده. انا مش قريب منه. يعني انا بقول لك وانا واقف على الجبل فوق. وصابر كان واقف فوق العربيه نص نقل. تقريبا كان عنده حموره حاجه. ازيك يا صابر؟ عامل ايه؟ انا ما ضربتش الكيبورد يا جماعه. ضربت المكتب. ايه ده؟ انت عامل بس على اليوتيوب؟ لا. انت ده الكوميونتي. سوري. الله يهديك. هو ايه ده؟ هننزل هاي تير لوت يا جدعان وهنخش اكشن على طول. ايه ده؟ نازلين هنا هاي تير. ننزل معاك. انا مفيش مشكله ننزل معاك. قشطه. اوكي. بس ننزل اول ناس. شكرا يا صابر ان انت اكدت عليا. خلي بالك عشان انا نزلت هنا في الميه في الحته اللي في النص دي. جميله قوي. انا بفكر اصلا الميكو عند الشلال واكمل انا الجيم. طب شمال ولا يمين؟ لا هنا. انا هطلع قدام. شايف الارينا دي على طول هتلاقي فيها ناس. ماشي. طيب انا اتسوحت. وانا اتسوحت. انا مش معايا حاجه ولا انا وجن. انا جبت واحد. كويس. جبت التاني. ايه ده؟ الله عليك. انا معاك. جاي لك بس بقول لك في شيء. في ارمر هنا ليفل بتاع ده. فين المعارك؟ عندي. قتلته. الواد ديت. انا بحايل بس. لو تعرف تشد ناحيتي يا اسماعيل. ايه؟ لو تعرف تشد ناحيتي. هنا يا اسماعيل.
طلع هيموت طلع هيموت طلع هيموت طلع فوق طلع هيموت فوي 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 خلص يا دموجي نزل لك تحت نزل لك تحت نزل لك تحت ورا سلم هنا هو دلوقتي هنا طلع فوق تاني طلع فوق تاني نط تحت تاني نط تحت تاني اهو تضربنا انا كده الواد عبيط ولا ايه فوق فوق هو فوق هو انت ازاي ما قتلتوش غير دلوقتي يا عم اديله ميلي يا عم ايه الفايت اللي الواد الواد يا عم موزمبيق يا عم بقالك كتير قوي انت ما جبتش ولا طلع تقريبا صح ضربت والله العظيم الواد بيتضرب والله العظيم الواد ضربت الواد ما بيموتش على فكره الواد هو ضربه يا عم انا انت لو شفت وشي عامل ازاي لو شفت وشي عامل ازاي في الستريم انا قاعد مش فاهم ايه اللي بتفرج عليه ده انت وهو بوتيتو فايت الواد معايا موزمبيق ثلاث طلقات واعمل ريلود ثلاث طلقات واعمل ريلود سامعني عارف وضربته على فكره رب يا عم هو عمال ينط فوق وينزل تحت ويروح يسحب الكرفس توم شيري والله المشكله في الكونتينر فطلعت راح نازل انا خدت ضربه بوكس هو صبر صبر انت ما كنتش مت صبر انت كنت مت ايوه انا كنت ميت الحته دي محتاجه حد يعمل موشن ديتكشن كده يمشي وش اسماعيل بتوم ويوش الواد التاني بجاري ويمشي ميكانيوم ورا بعض كده ازاي عندي انت عارف المشكله في ايه ان انا عندي نفس السيناريو بيحصل ايوه لا هي مش كده الواد يطلع اسماعيل يضرب عليه طلقه يروح الواد ضرب عليه طلقه فيروح اسماعيل يلف له فالواد ينط تحت اسماعيل يضرب عليه طلقه يروح ضرب عليه طلقه يروح طلع فوق والله تخيل ان انا ضربه اصلا والله انا كل ده كنت ضربه الفكره انا كنت مبهدله يعني كان فاضل له طلقه تقريبا احنا بنموت موت تافهه على فكره موت تافهه جدا وحاجات هبله يعني انا الواد اللي وقعته خلصت البيستول عليه تمام ما كانش معايا الا موزمبيق ما لحقتش بقى الاوت ولا بتاع دوت قلت ارجع على ان انا خلاص انت بتقول لي الواد لت قلت هضربه رصاصه خلاص ضربته كذا مره المهم انا جبت كلتين الجيم اللي فات انا جبت كلايه انا جبت واحد رميت الايثر مايت ما لقيتش حاجه تانية رميتها جت بالظبط فيه مات حدد يا صابر عايز ننزل فين يا صابر اوكي انا بص انا عجبني سكه المعارك بس ننزل نلوت على انا عجباني الحته دي قوي صراحه يلا 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 فين نزول راس نزول راس ايوه ايوه نفس المكان انزلوا لوتوا لو كل واحد فينا عارف ياخد سلاح واحد بس عشان التاني ياخد سلاح غيره ماشي العيال هتبقى قللت قوي جي جي ايزي بس سيب لي انا الصندوق ده انا اسف انا اسف ان انا لوت ماشي معايا بيستول مفيش حد نازل معانا تقريبا معايا ستار معايا ستار عادي عادي ده معناه ان انت معناه ان انت شاطر والله حلو ده ماشي انا دخلت في الصندوق تقريبا ماشي غادي دلوقتي مش ماشي غير بس جاي لك اتقل يا صابر صبر استنى يجي عندك عشان تضرب صابر خليه يجي لك لو ضربت كويس ها ايه ده اسحبه خليه يجي لك انا شايفهم شايفهم هم هناك هم هناك فالكم بالسبسكرايب انا بحد بيضرب عليا انت رحت يا بيستي اه ابوش ولا ايه طب ايه انا بشيت والله انت ما قلت يا عم خضتني يا عم الواد عمل سكان لا اله الا الله اه انا فيري ليت اسمعني هنا هنا اسمعني هنا اسمعني اثنين 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 ورمين عليها قنبله ايوه لو قوي نايس جيم انا موت فالكون يا مجنون 13 شهر يا فالكون سنه ونص يا فالكون لا الواد ده بتاعه الواد اخر واحد صابر اديله صابر كلاتشر كيك هو فين اه مش ده شمالك وراك 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 شمال ايوه هنا اه ايه ده ما بيموتش والله اوكي 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 اسمعوا بس
ماشي ايه ده انا عملت دمج 10 خلاص مش هقول نصايح الصراحه. انا كنت عايز اقول بس انا موت الاثنين يا عم. شفت انت الحته لما انا موت الاثنين؟ انا كنت عايز اقول بس مش عايز اشوف موزمبيق تاني في اللعبه دي ولا فلانكات ولا موزمبيق. ماشي النازله كانت حلوه. لا بص ايه ده النازله بيست بيتحول. النازله كانت حلوه على فكره. استنى والله في 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 ميم في ميم عايز اوريه لكم بس عشان موزمبيق. بس انت ايوه صح يا بيستي انا معاك انا معاك. بص انا معاك. استنى بس هقول لك على حاجه. انت فلانكيت يا بيستي وعملت بوش بس من غير ما تقول لنا. لا مؤاخذه بالظبط هو هو الصراحه 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 والله العظيم كلمه الحق يعني انا عملت البوش ده على اساس ان انا فاكر ان صابر بيعمل بوش اصلا. والله انا اسف. لا لا مش انا اسف انا اتعودت. لا والله بجد انا اتعودت ان صافر 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 لما يشوف حد بيتجنن عليه بيروح له. انا غلطان يا صابر ان انا اتعود على كده. بعد اذنك لو سمحت ما تدخلوش الشخصيات ببعض. انت خدت شخصيته وهو خد شخصيتك يعني بعد اذنك ما حدش يعمل. استنى بس عشان في حاجه عايز اوريها لكم. خلي ليف اوكي. فين 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 هي كانت على تويتر ولا ايه؟ فالكون عمل سبسكرايب في نص الفايت. ما هو اللي خسرنا فالكون بس هو دلوقتي جولد رانك. انا بحمل فالكون المسؤوليه بصراحه. ايوه فالكون بتاع خمسه راجل. مين الجامب ماستر؟ لا حد غيركم حد غير ياخدها. نزلونا اي مكان هادي في الاخر. لا لا نزلونا في الاخر نزلونا في الاخر بس عشان عايز اوريكم حاجه. ميديا طيب احنا غالبا عملت لها شير على تويتر غالبا يعني. هنا هاشتاج بليم فالكون في الشات يا جماعه. ولا ننزل ماركت؟ اتمنى اكون عملتها شير في تويتر. ولا ماركت خلي بالك عشان ماركت معارك. ها شد بقى دوس على دوس ايه وانزل ده على طول. انا سبقتكوا وين ولا ايه؟ ما سبقتكمش. طب بعد الجيم بعد الجيم لا وانت معانا عادي. والله بص النزول ده انا ربيت. سلام على اللاند. يا لهوي بتمطر الاعداء هناك يا صابر خلي بالك كده. إيه؟ في ناس هناك معانا اعداء. ايوه معانا اعداء كتير قوي هناك. انا معايا قنبله. ما مش هاي هاي اقفل الباب اقفل الباب بسي. هاي هتلوت هتلوت لا لسه ما ماتش. اقفل الباب بدور عليه وراح فين. اوعى انا معايا جيران طل بس. الو ولا اتبدت اقرا بيستي الولد الاخير اهو. لا 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 يا ابني يا ابني بس بطل بقى زني بقى. الواد ده تقدم جيبوا الواد ده بس كده. جي 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 ويل بلاي. خش جوه خش جوه في الباب. ايه اللي حصل ده؟ العيال دي لو يعرفوا اللي قتلوهم عاملين ازاي مع بعض في الكول. وراك يلا. انا عمال اطلع اضرب الواد ميلي من باب واروح قافله واطلع من الباب التاني. هو مستنيني اطلع مستني يشوفني بس. محتاج قوي مش معايا حاجه اشيل بيها. اهيل بيها اشيل بيها. تعالى 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 انا هيلر معاك. تعالى بقول لك ايه خش واقفل قدام الباب قدام. انا عايز اكستند تابي ده مش ممكن على شويه اللي حصل. ايه ده ايه ده فين الاكستند الهابي اللي كان هنا؟ هاي هاي انا رميته بره تقريبا اهو. يخرب بيت الضحك والله العظيم. اكتر فايت عشان خلاص خدت خلاص خلاص. انا معيش طلقه اصلا. طب يا اسطى يا اسطى عادل النيل امسك يا عم امسك امسك هاي. يا رب يمكن يفتكر ولا اي حاجه. بقول لك يا عم احنا ممكن نمشي كده. استنى يا عم اما نشوف صابر. بص راح فين هو موت فينا ده؟ لا في ده برضه. لا انا معايا ايفا 8 ومعايا سبيت فاير والاثنين ما فيهمش امو. انا معايا بقول لك ايه وانا قتلت ثلاثه امتى؟ ما انت قتل الثلاثه اللي احنا كنا بنحاربهم. انا حذفت قنبله الواد مات. بيطلع شويه معايا 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 جدعان جدعان تعالوا معايا. انا معايا تربو تشارجر لو حد معاه هافك. تصدق والله كان في هافك ورا صح؟ كان في هافك في ال حد فيكم معاه هافك؟
لا مش معايا هب، انا معايا فليت لاين. ايه اوعى، لا سيب ده، ايه ده في ايه؟ في ايه والله؟ ايه ده عديل؟ طب عديل ايه ده؟ ايه ده والله؟ طب هات ده. اسماعيل مش عارف ارتبك جامد كده ليه. انا هاخد ال حاجات كده لطيفه. بقول لك ايه، معايا سيلكت فاير. هبقى لحظه سيلكت فاير. لحظه لحظه، فين المكان اللي احنا كنا فيه يا عم؟ ورا يا عم، ماركت. تعال طب تعال نروح له ماركت. انا رايح يا صابر، رايح له تاني. تعال معايا، تعال معايا، تعال معايا بليز، تعال معايا. صابر 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 صابر، مشي. انا مش فاهم حاجه. تعال معانا بس، تعال معانا، تعال معايا قصدي عشان اجيب الهافك اللي هناك محتاجه. هو حرفين في كميتها شويه فعلا مش طبيعيه في الكويد ما شاء الله يعني علينا. الجيم ده بتاعنا يا جماعه. فين بقى الهافك اللي كان هنا؟ ما قلنا شويه. الهافك كان هنا. بقول لك ايه اصلا، المنطقه دي لو تلوت يا بيست تعالى بس، تعالى تعالى. لا لا لا، انا عايز الهافك، انا عايز الهافك. استنى حد محتاج اي لايت؟ لا لا مش تعالى بس، اوديك على منطقه حلوه تلوت منها حاجات ظريفه. يا عم انا عايز هافك. ما انا هجيب لك هافك يا عم، هجيب لك يا عم. بلاش. حد عايز ديجيتال ثريت السكوب؟ ديجيتال فلات، ديجيتال ثريت السكوب، ديجيتال ثريت. لو ايه ديجيتال معاك؟ ايه معاك؟ اس ام جي صح؟ معاك اس ام جي؟ هو انتوا سامعيني ولا ايه؟ ما انا بحاول بس اجمع بس. انت عايز ايه؟ معايا ديجيتال، معايا السكوب الليجندري. لا ما بس في حاجات بتبقى زوم قوي فانا ما بحبهاش. مش زوم يا عم، ده هولو. امسك ده هولو. نسيته جوه اصلا يا عم. خلاص معايا واحد. انا اصلا نسيته جوه، بعد كل نسيته جوه. بس المنطقه دي كمان جميله. انا هو في ايه؟ معرفش يا عم، بس عامل لي جو اهو. خد بورت، خد تانل. في هنا بيس كيبر، في لايت امون. ليسن بس عندي، عندي عندي اسماعيل. في حد هنا، في حد هنا، حد هنا. ايه يا راجل متدمج شويه. طيب انا هاخد البتاع واجي لكم. في واحد وقع. ارجع بس، انا فلكيت. ايه دول اتنين؟ الو ها وقع تمشي. ايوه نايس 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 نايس. واحد وقع، واحد مات. في واحد تاني هنا. سمعة لو تعرف تيجي تاخدني يعني يا ريت. هو مين اللي رمى الالت ده؟ هما. روح روح يا اسماعيل، امشي. ابعد ابعد عني، ابعد عني بسرعه، ابعد عني بسرعه. وين وين وين؟ جيت اقول له ابعد عني بسرعه، ما بعتش. لا وموتنا كلنا. انا اترمى راس الميت يا عم. عبد الجبار يا عم قتلنا يا عم. ده معلم ال طب ولسبب هذه العشوائيه استودعكم الله. روح يا اخويا، انا المفروض ده اخر جيم عامه اللي جاي ده يعني. لو الو لو الو ابيستي يا جماعه، الو المفروض ده اخر جيم. الو بزي، الو الو سامعني؟ الو 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 الو، ده اخر جيم، اخر جيم، اخر جيم والله. الو بس اخر جيم بجد. ايوه اخر جيم في الستريم. انا هقوم كده كده عشان عندي شغل. آه لا لا اخر جيم في الستريم اصلا، عايز انام. بس كنا عاملين شغل حلو. لا اخر جيم ده، لا والله اخر جيم ده انا كنت ماشي عشوائي الصراحه. وفي كميه حاجات اسمه ايه ده؟ ريدي يا اسماعيل. اسماعيل اسماعيل ريدي يا اسماعيل. ايوه انا معاك اهو. ريدي ريدي يا اسماعيل. انا عملت التانل، اول ما عملت التانل هو كان حلو التانل دوت ان احنا نفلانك كل شويه ونروح ونرجع. بس ايه صبر يا عيني، راح واحد راح يسلم عليه بطلقه راح مريح. اتنين قدامي والله، اتنين. انا رميت قنبله، انا جبت الاثنين اللي هم كانوا بيضربوا، بيضربوا واحد منهم كان بيضرب بيستي. بيستي في ستريم بعد ده، احتمال نكمل لعبه ايب اوت لو فيها صحه. او لا لا لا، عايز انام بدري. هو بيس يسبق في الحقيقه. هندوزي انا. يا مناواه في شماته. introducing your champion.
عقبال ما نشوفك يا صابر وسط التشامبيونز يا رب يا حبيبي. فاكر الستريم بتاع الفلانك؟ بس بقى فاكر ولا فاكر؟ عايز افتكر اول جيم انا اللي كنت تشامبيون. فكرني باسماعيل لما يقولي احنا على الخط الدايره. خط الدايره هي مش الكلمه. احنا دايره الاجواء حتى تبوش لقدام. هو صابر تقريبا سامي هو ماشي صح؟ صابر بص صابر هينزل غلط تقريبا يعني. وبعدين هيقول لنا انا بعيد وبعدين هيقول لنا في ناس عندي. في ناس معانا. ما انا عارف. بس بعدين صابر هيقول لنا في ناس عندي وبعد كده هنموت كلنا وبعد كده خلاص كده جي جي والباي. معاك اي حاجه؟ معايا ثيرمال تيك. انا معايا جي 7 انا عايز وينج مان. عايز وينج مان طبعا. لعب قوي وينج مان الحمد لله. على فكره انا عامل بيك ايه ده ازاي؟ طب انا معايا في حد بيضرب عليا. اه الماوس معايا. انت بيضرب منين ده؟ انا بضرب بس استنى. خد يا زميل خد هديك حاجه. ماشي استنى. انا بس ما اعرفش الماوس مغطيه قوي في لما بقيم داون سايد. وهنا واحد وقع. فين انت وقعت. انا كنت اضربه تاني. واحد هنا اهو. هنا فين؟ ماشي. عندي يا جماعه بص ايديكوا دوسوا. انا مش عارف مش ما فيش اي مارك عندي. ده لسه في واحد تاني بيعمل. ما انا مش شايف اي مارك والله اهو. الواد لسه جدا يا صابر. على فكره الـ انا لسه واخد بالي الايم داون سايد بتاع السنايبرز عندي وحش قوي. ينفع اغير حسب السكوب؟ ما كانش معايا انا. اوكي في حد بيضرب عليا؟ طب انا عايز هيل بقى. على التاور محتاج هيل بس دي. تعال عندي يا صبر. هو تقريبا نزل. لا لسه فوق. ده هو لوحده ها؟ لسه فوق. ده بس كده؟ طب هو فين؟ عندنا؟ دوس اف على مستواه بس. ماشي. ولدت. خلاص خلي بالك لا يكون زمايله معايا. ها انا هفنشه عشان خاطرك اصلا. مش خلي بالك بقى من ال هما فين ده؟ اكيد اتنين من زمايله يعني. هما اتنين. الواد ده معاه ميرب بالارمر ولا حاجه؟ شوف كده. لا مش زمايله دي على فكره. واحد بيبوش علينا. انا مش ايش. طب انا برضو واحد طلع فوق. انا ضربت من ظهري. بقول لك ايه رب هنقتل الفلانك بيستيا. ماشي. هو فوق. قنبله جايه عليا. قنبله جايه عليا. انا مش عارف امشي. عند صابر. مش عارف امشي. انا من ساعه ما بدانا الراوند وانا مش لاقي غير ثرم التيك. ما كانش فيه اصلا لوت كتير. احنا اصلا الحته اللي احنا نزلنا فيها ما كانش فيها لوت خالص. انا اللي خلاني وقعت من الواد ان انا رصيتها خلص وكلت جدا اصلا. ماشي جي خلاص يو كان جو. تقدر تمشوا خلاص. تقدر تتفضلوا. مش سامعني اكيد. سامعيني يا عم. بقول لكم انا فاضل لي بس خلاص ممكن تمشي. فاضل لي جيم وافتح باك يعني. فانا هخش جيم. تعال انا ممكن اجي معاك. انا ماشي. صابر هتمشي ولا تقعد ولا ايه؟ ايه ده؟ انا عاجبني قوي الثيرمال تيك الصراحه. بس انا الايم بتاعي الايم بتاع ال ايه؟ على فكره صابر ما دخلش معانا عندي. من ده انا ولا هيجي. جاي اهو. استنى بس عشان عايز افهم. ولا ما ينفعش افهم. انا عامل ال
لا هو سوري سوري 3 بوينت وبوينت 6. لا 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 انا مش كده، انا متعود، انا السنسيتيفيتي بتاعت اللعبه كويسه معايا، بس لما بعمل امبل سكوب اللي هو اللي بعيد قوي الماوس بتاعي مش بعرف اتحرك. انت كنت واخد حاجه زوم قوي جامد ولا على زوم تقريبا على زوم ما هو ده قذر جدا يعني. خد حاجه خفيفه يعني، خد مثلا اللي هو 2 في 6 وفي اللي هو الاربعه اللي هو بيبقى 2 و4. انا وانا انت ليه محسسني ده حلو برضو والاثنين حلو. في واحد اللي هو بيبقى زي الريد دوت كده بس زوم برضو. لا بس حلو الثيرمال تيك الصراحه. في واحد كاتب لي بيزعق بيقول لي اسمه تريبل تيك وعامل لي علامات تعجب كتير قوي، انا عارف اللي هو تحس ان انا بغلط في عيلته مثلا. يا عم ثيرمال تيك، ثيرمال تيك يا عم، تريمل تيك يا عم، ثيرمال تيك. ويلبرت ايه رايك بقى؟ اسمه عبد الجبار واسمه ثيرمال تيك. ده ما تدينا بين كده انت هتنزل عارف فيه. انا ما اعرفش انا نازل بعيد عن صابر صراحه دلوقتي. الحته دي حلوه بس ساعات بتبقى اللي هو كيف تجرؤ ان تستمتع باللعبه وتديها اسامي من نفسك كده؟ انت فاكر نفسك مين؟ اوعى انا حد يجيب لي البيت ده. حلو ده، حلو ده كمان، حلو قوي ده. ايه الدراما اللي انتوا فيها دي؟ اسمه مسدس بيو بيو. في حد عندك؟ انا كلاعب عمال وحش خالص. انا سامع صوت بقره تقريبا او جاموسه ما اعرفش. منور يا ايوب. انا معايا 2 فينيكس، انا معايا 3 فينيكس يا جدعان. 3 فينيكس؟ سامح حد عندنا ولا انا اللي 3 طائر رخ. انا عندي ليكم خبر جميل. ايه انا معايا موزمبيق. موزمبيق معايا موزمبيق. وده خبر جميل متاكد؟ شو يعني؟ حلو ده. بيقول لك يعني الغلط مش عارف فين الغلط اللي انا قلتها كتكوت. داخل تعمل لي دراما في الشات. متوقع ايه؟ الناس كلها هترول عليك دلوقتي. احنا ناس توكسيك والله، احنا ناس توكسيك اساسا. وانا اصلا توكسيك، انا اصلا مش توكسيك. مشكلة الناس متعودة على ان الاستريم لما بيشوف حد بيقعد بقى اللي هو هاي منور حبيبي حبيبي والله منور القناة حبيبي والله حبيبي شكرا على $2 حبيبي والله حبيبي. مش متعودين مش متعودين يعني واحد يخش يقول لك حاجه تقول له لا يعني مش عاجبك ايه في الاستريم. بوس عمه بوس عمه لو يعني ايه في الاستريم على فكره انا جاي اجيب لك مشاهدات. مش عايز مشاهدات ده مش اسلوب على فكره. ليه الغلط؟ بيقول له اسمه كب كيك للعلم يعني. اسمه كاب كيك على فكرة. تعرفت اللي حصل يا صابر النهاردة؟ ايه؟ احكي لك اسمها القصة دي يا جدعان، لسه هكتب عنها في تويتر بعدين، بس اسمها القصة دي جميلة قوي. في أم اتصلت النهاردة بمسلسل برنامج تلفزيوني في لقاء مع مش عارف مدام عفاف ولا مش عارف كانت بتكلم مين الصراحة. فبتقول لها ابني اللي عنده 11 سنة بيقعد يتفرج على بيستي ومش بيستي. بيقعد يتفرج على بيستي ومش بيستي ومش بيتعلم دين. المذيعة بتقول لها طب انت حاولتي تتفرجي عليه وبيتفرج عليه او تقعدي معاه؟ قالت لها لا بس الواد مش بيتعلم دين بيقعد يتفرج على بيستي. طب ما تشوف ابنك بيتفرج على ايه؟ ما انت اللي تتحكمي في الحاجات دي يعني يا طنط يعني. ما تسيبي بيستي يشوف شغله وانت خلي ابنك يذاكر. قولي له اقعد ذاكر بس. هيهات انتوا معاكم ارمر اوكي. هيهات. فخلي بالكم يا جماعه، ما حدش يقعد يتفرج على بيست يا جماعه عشان اسمه ده، عشان مامته ما تتكلمش عنه في التلفزيون. عشان الدين يا جدعان، عشان لازم يتعلم دين يعني. انا خلاص بقيت ابليس، بقيت امنع العيال انها تتعلم دين على قناه ايه؟ مش عارف اسم القناه ايه. لا لا بس الصراحه المذيعه والله لازم المذيعه حركتها. قالت لها طب ما تقعدي تشوفي ابنك بيتفرج عليه. هتلا حاولت تقعدي معاه؟ لا ما حاولتش. هو بعدين هيتفرج على بيستي ومش بيستي واقول له اقول له ما يتفرجش، يقعد يومين ما بيتفرجش بعد كده يرجع يتفرج تاني. طب ما انت اللي بتحددي
ابنك اتفرج عليه. انا بقول اهو ولادي في يوتيوبرز كتير مش هتفرج عليهم حتى لو صحابي. اسماعيل اولهم مثلا. هلاقي الواد جاي يقول لي مأساة يا بابا مأساة. ليه يعني ليه مأساة يا بابا؟ هو ده جميل جدا، ده متميز جدا. انزل الاقي ابني بيفجر لي عربيتي. بتعمل ايه يا حبيبي؟ ام تطبخ له اكلته المفضله صحيح، يقول لها ده جميل جدا ده متميز. اسمع شكرا يا ماما. بقول له اه، بيقول لي واحد كان بيقول لي كان بيلعب ببجي تمام، بيقول لي لا حد في معاه في الجيم بيقول له ده جميل جدا ده متميز جدا، قال له تتفرج على اسماعيل، قال له رب. موضوع مأساوي يا بصراحة. طب بص، وانا معايا معايا لوت كويس يعتبر. والله بص يعني انا معايا جي جي ايزي يا بابا. بقول لك ايه، حد عايز هيفي امو؟ اه لا بص، لا مش ممكن اخد هيفي. لا انا مش عايز. جيبه وتعالى بس ما تخلينيش ارجع لك ده كله تاني. اتكلمت بقى. الو، طب يا جدعان في حد محتاج اي فينيكس؟ انا معايا واحده اصلا بجد والله، معايا واحده بالله، معايا ثلاثه يعني، فافترى فاهم. فعلى ايه هي اوحش حاجه ان الفينيكس كيت بتاخد سلوت كامله يعني، ما ينفعش تاخد اتنين مع بعض في سلوت. ما اعرفش ليه، مش عارف ليه، انا حاسس ان احنا في وسط الهري ده. انتوا فين؟ انتوا فوق؟ انتوا طلعتوا فوق امتى؟ على فكرة ما حدش لوت هنا اصلا. طب انا فاكر في هنا 160 امو هيفي. اجيلك انا بس لو الاقي سبيت فاير هبسط. اصلا في 3 سبلاي، في 3 دروب هنا اللي هم دول. انت تحت صح؟ ايوه اللي تحت. الحاجات دي بتبقى ظريفة جدا، ما حدش بيقرب لهم، مش عارف ايه. تحت اهو. حصلت معايا مشكلة، ولد غبي بيقول لي مأساة. الو الو، هو انا اللي من هنا؟ اوكي. عملت ايه في الامتحان يا حبيبي؟ رب يا بابا والله. لا ايه في ضرب، ما هو انا سامع هنا فعلا. سامع؟ بس ما شفتش. بص بيلحق نفسه بسرعة كمان. سامع بس ما شفتش. أنا بعمل كل هذا بس ما بعملش يعني. ما أنا سبت كوكو جدا بغباء يعني. اتنين؟ طب أنا جاي آخد الاتنين أما. بقول لك إيه ال ماشي، هي واحدة هنا. بيت اخويا بيتقفل. واحدة هنا. هي اول دايرة دي كيوت عامة. ايش عامل لك تانل هنا عند البتاعة دي لو تعرف فيه. هو انتوا ازاي بعيد كده؟ قال بالك صبر ما تبوشش. ها اه ما بس تيجي بس عشان في ناس عماله بتضرب حاجات، في ناس واقفين فوق الطاوله. اسمعي ايه، خد اوكي خلاص. انا معايا حاجه، انا خدت شورت كات من هنا. والله انا بفكر بقول لك يا امينه في التانل. استنى بس تيجي. طيب ثواني بس اخد الكوب ده. ما بيلوشوا في بعض، ما احنا ممكن نخش في الزحمه. والله انا بقول كده بس استنى بس تيجي بس. خلاص انا داخل التانل اهو. هو في اتنين اصلا. يا نهار ابيض، انت عامل التانل بيودي. في واحد وقعته. ها نايس. طب دوس عليهم اف كده عشان لسه جاي، وما اعرفش انتوا بتحاربوا مين الصراحه. انا بقول يلا ولا ايه؟ ما هو بس تيجي اهو. خلاص بس تيجي ماشي. ربنا يستر. في واحد منهم واقع بيهيب. الواد كلت جدا. هو اكيد. انا رميت قنبله عندكم. خد بالك عشان هم بيتخانقوا، كانوا بيتخانقوا مع تيفا مش عارف.
هم اكيد خلاص عطلين. هو غالبا في تيم انا شفتهم شفت مات يعني. يا نهار ابيض لفوا رجع تاني. هم جوه. انا شفت واحد عندي، شفت واحد عندي. فين؟ هم هنا، هم هنا. انا مقفول عليا ولا ايه؟ الو دخلوني. اوحش فايت بصراحه دخلت في الجيم لغايه دلوقتي. لا 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 انا أموت. انا دخلت اضرب طلقه واطلع تاني، ما لقيتش الباب ورايا الصراحه، ده غباء مني. هو اللي موتنا جايب اسمه ده 1043 كيل، فمش هضع منه الصراحه. يا رب بقى، يا رب يا رب اكون وصلت. بس فتحت باك كده. بصوا يا جماعه احنا هنفتح الباك دي ونقفل الستيم. اسماعيل وصابر نورتونا، ثانك يو فيري ماتش. ان شاء الله يطلع لنا السكينه بتاعت اسماعيلي. يلا اصفر ازرق خلاص كده اروح. حلو والله. يلا مع السلامة. Go away. يلا سلام. Go away. مع السلامة. ماشي يا جدعان. بص يا جماعة، هو مفيش ستريم تاني النهاردة خلاص، لأن أنا تعبت الصراحة. أو هو أنا عيان أصلا، ده اللي أنتوا متعرفوش، ما كنتش راضي أقول لكم. ربنا يستر علينا الكام يوم الجايين دول. خلينا نعمل بقى هوست لحد ولا إيه؟ لا هنخش نام على طول شكلنا، هنخش نام على طول. ولا لكم؟ تعالى نعمل هوست لسوبر محمد. هنعمل هوست لسوبر محمد، روح سلموا عليه. وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية. وسلام يا جدعان.